ايه الاخبار يا جماعة؟ عاملين ايه؟ شرشوحة باريس زي ما انا قلت لكم خلاص ما بقتش نافعة. عارفين الشريط اللي هو سف ومحتاج ان هو يتضرب كده، هتضرب على قفاها، ما تفهميش غلط، على قفاك يا عشان يرجع يعيد تاني الكلام من الاول. هي عاملة زي كده، عارفين الشريط اللي بيسف، بقت الكلام اللي تقوله تعيده، اللي تقوله في ايه؟ ما فيش جديد؟ ما عندكيش حاجة جديدة؟ بس ولا يهمك، الجديدة عندنا يا غالية. هو انا اسيبك؟ افرحي يا بنت افرحي، انا اخدت الاجازه خلاص وفضت لك 24 ساعه بتلك في قناتك، اهو اعتراف رسمي في امي نظمي. في اكتر من كده انا قاعده لك ما وراناش حاجه خالص، اهو نتسلى الاجازه طويله يا ولاد. تعالى شرشوح، مالك ليه جايلك تبول لا ارادي كده من ساعه ما سمعت ان ممكن مدام هناء تجينا او ان احنا نشوفها؟ مالك فيكي حاجه؟ في حاجة مضايقاكي؟ أنا عايز أفهم بس، ليه فيديو 59 دقيقة؟ ليه؟ 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 ويا ريته في كلمة جديدة، إلا والله يا ولاد هو نفس العك. قبل ما أكمل كلامي، مبروك على 15 ألف، شفتي؟ كنت 14 900 زدت 100، قلتش أنا حاجة يا ولاد، هي كل شوية 100 100 100، ما بتشتريش غير بالمية؟ يعني هل في زيادة طبيعية بتبقى نفس المقدار؟ سبحانك بتفضحي نفسك بنفسك، محدش هو جنى حياتك، عرفتي مين اللي بيشتري؟ متابعين فيك؟ يلا ما علينا، مش جديد عليكي، ما انا فضحتك قبل كده في موضوع اللايف، انت فضايحك كتير قوي، ده الا الفضايح اللي جايه النهارده بقى، عنب 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 عنب. ما علينا، نتكلم الاول في الفيديو 59 دقيقه، الفيديو الاهطل اللي انت عملتيه ده. انت بطلتي تعملي لايفات ليه 6 7 ساعات؟ ليه؟ ما كملي في ليه فيديو كامل ساعة يعني؟ ويا ريتك جبت لنا حاجة مفيدة، والله العظيم ما فيه. مسكت في ليلى، طبعا زي ما انا قلت لكم ان هي فلست محتوى، فما عندهاش حاجة تقولها على مدام هناء، فتعمل ايه؟ شوية نومي، شوية زينة، شوية ليلى، شوية ام فياض، شوية استاذ محمد عراقي، كده يعني، فاهمين؟ اللي هو تشتغل تلاقي تاكل يا جماعة، دي متسولة. طب هتصرف على الصديق الجديد منين؟ هتأجر للبنات منين؟ قولوا لي انتوا لما ما تجيبش سيرتنا يعني هتاكلي منين؟ يا ماما ده احنا بقينا فاتحين بيوتك، انت بتتكلمي ازاي؟ يعني بصي سيارنا دي كلها فاتحه بيتك ومأكلاكي، في اكتر من كده، ده احنا بقينا نشارك مدام هناء في الثواب، بقيتي تتربحي على اسامينا وعلى حسنا. يلا اهو مش جديد عليك التسول، ما انت قبل كده كنت متسوله في الغيطان، فاكره لما كنت 12 سنه كده وتلفي يمكن بتنجانيه خيارايه تقعدي فيها تسد جوعك عشان تصرفي على بابا اللي نايم في البيت من غير شغل، اللي ما بيشتغلش ومسرح بنته 12 سنة حلوة كده، تروح تدور في المصانع وانتوا عارفين بقى تدور يعني عشان تلاقي تشتغل وتاكل. ما علينا يا جماعة، وبتقول لكم ايه؟ مش انا انفع محامية زي ابوها المستشار على ابو مدام هناء، كان مستشار يا جهلة، ما كانش محامي، ما هو زي منصور مساعد الطوبي المزيف، لا باباها كان مستشار فعلا مش زيك خالص. ها ما تقارنيش نفسك ولا بابا العواطلي ببابا مدام هناء الله يرحمه، كان راجل محترم وذو مركز، لكن ابوك انت كان نايم في البيت ومسرح بنته عشان تاكله، في فرق رهيب ما بينك وما بينها يعني، فما تقارنيش نفسك بيها. تمام، فمسكت في ليلى تقول لها ايه؟ تعالي كده وشهدي حماتك اللي انت بتتسولي بيها دي، وقولي لها ان انت بتغلطي فيا، وشوفي هتقول لك ايه، تستاهلي شبشبين على قفاكي ولا لا، او لو قالت لك غير كده تبقى ست مش عارفه ايه. وقعدت تشتم في حماتها وتشتم في جوزها وتشتم في ليلى وتشتم في ولادها، يعني بصوا عارفين الجاموسه اللي هي عامله زي الجاموسه اللي هي. قلت لك يا شرشوحه باريس قبل كده مليون مره، ده حيله الضعيف، انت ما عندكيش غير اللسان والردح، ما عندكيش اكتر من كده، لكن هل لسانك وقلة أدبك ده يخوفنا عن قول الحق؟ يخلينا نسكت ونتراجع؟ مش هيحصل، شوفي كام قناة نازلة بتروق عليكي. طبعا بالنسبة لك كل القنوات دي مأجورين ومدام هناء بتدفع لهم، هي بتقول علينا كلنا كده مأجورين ومدام هناء بتدفع لنا وبنتسول وبنشحت ومش عارفة ايه، ومش عاجبك روتيناتها، ومش عاجبك ازازة الزيت بتاعتها، ومش عاجبك ولادها اللي في الغيط، ومش عاجبك مش عارف ايه، والكلام ده كله على اساس ان هي متسولة زيك يعني. انا افهمك على حاجة، انتي عشان شايفة يعني وعارفة نفسك ان انتي متسولة، فانت فاكرة الناس كلها زيك يعني. هل مدام هناء هتدفع لليوتيوب كله عشان ينزل
يدافع عنها؟ ده انت حتى بعظمة لسانك ده اللي عايز من لغلغه، ها قلتي هي فترة كده واخداك وبعد كده هترميك وهي هتدفع لده كله، يا كل شوية هتدفع. طب قولي لنفسك يا برميل الغباوة، يا برميل الغباوة يا متحرك، يعني انت بتناقضي كلامك اهو، منين هتدفع لنا ومنين هي هتلاقي تدفع لده كله؟ قولي بقى لنفسك، فهمت ان انت غبية؟ احنا مش زي التسول، زي ماما كلبة اللي انت بترفعيها على المنتدى، انت بتعايري ليلى بالمنتدى. طب امال بالنسبه لماما كلبه اللي انت بترفعيها لما بتطلع تهوى علينا دي ايه؟ عايزه افهم يعني. يعني انت بتعايري دي، طب وبالنسبه لها دي إيه؟ انت فاكره الناس كلها يعني زيك زي عشان انت بتاخدي كام دولار كده من الردح والشرشحه، وانت عارفه من جامعه وفاء ابو علوان اطلعي ردحي واطلعي شرشحي واطلعي اعملي، فاكره الناس كلها زيك عشان بتشتري هدوم الباله تجيبيها كده من صناديق الزباله وتجيبيها لماما كلبه وانت نازله وتطلع تقوى على الناس، فاكره ان مدام هناء بتعمل زيك؟ احنا كلنا بندافع عن مدام هناء بحب لانها ست محترمه، ست مظلومه، لكن بالنسبه لك انت هتيلي حد محترم يدافع عنك؟ والله ما هتلاقي، مفيش غير ماما كلبه وجزمه ولقيت فردتها او لقيت اختها، عارفين انتوا المثل ده؟ هو بالظبط كده. فانت بتعايري ليلى بايه؟ ليلى روتيناتها مش عاجباكي وحياتها مش عاجباكي ومش عارف ايه. طب على الاقل الست بتشتغل، الست بتقدم محتوى مفيد للناس، الست بتقدم محتوى محترم، ما فيش حاجه بتاخدها عليها سيئه ولا بتاع، بالعكس بتاخد حسنات وبتشجع واحده زي كده جاموسه اهي قاعده ما بتقومش تستحمى وعلى مسؤوليه الكلام ده، ولا بتقوم تستحمى ولا بتدخل التويلت لابسه البامبرز، بتشجع واحده زي كده تقوم يمكن لعل وعسى تتحرك، يمكن تقوم تنظف البيت ولا تعمل حاجه تستحمى على الاقل، مفيش. فهي محتواها محترم ونظيف، فما تقارنيش نفسك بليلى برضو، يعني ولا ليلى ولا ندى ولا انا ولا استاذ محمد عراقي ولا ام فياض ولا زينه ولا اي كلام من ده. انت بالنسبه لك تقعدي تردحي على المصطبه مش اكتر من كده، تعملي حاجه تانية. ما علينا، خلصت من موضوع ليلى، واصبري يا ليلى انا جايه لك في الاخر لان انا هروق لك عليها ترويقه السنين بالفضايح الجديده اللي انا جايه لها بيها. تمام، خلصت من موضوع ليلى، دخلت على موضوع تاني اسلام ميسيو جانو. امشي شدي في شعرك في شوارع باريس وانت شبه الجاموسه اللي هيك كده وانت ماشيه، اوعوا اوعوا ما اسلمش ما اسلمش، مادام انا بتضحك علينا اطلعي كل فيديو قولي لنا نفس الكلمتين، ها ما اسلمش، مش حافظ قرآن، مش حافظ قرآن. طب انت سيبك منه، هو الراجل ما اسلمش صح كده، وراجل فوق 90 سنه ومش قادر يحفظ ولا قادر يعمل، زي ما صاحبه الكومنت دخلت كتبت لك كده قالت لك راجل كبير وهيحفظ ازاي وهيعمل ازاي، خصوصا ان حروفه كلها طايره لانه راجل كبير واجنبي ومش عارف ايه ومش هينطق العربي. تعالي انت، تعالي انت يا خريجه الازهر، انت طبعا ولا خريجه ازهر ولا بتاع، انت خريجه مجاري، انت ما عديتيش على الازهر اصلا. تمام، مش حافظه الايات القرانيه ليه؟ كنت ماسكه التليفون بتقريها منها ويا ريتك قريتيها صح. ها مش حافظه ليه؟ طب انا زي ما انت ما بتقولي كده اتحداكي يا مدام طلعونا يقرا سوره قصيره او يقرا من المصحف اللي كان على رجليه او يقرا مش عارف ايه. طب انا بتحداك اهو قصاد الناس ان انت تطلعي تقري لنا ايه بالتجويد بتاعها والاحكام بتاعتها والكلام ده كله، ايه رايك؟ وبيدرسوها كمان في ادب عربي ودار علوم، مش هقول لك خريجين ازهر اهو كليات عاديه، عشان تعرفي ان انت لا خريجه ازهر ولا ليك علاقه بالازهر ولا اي كلام من ده. انا هقول اللي بتحداكي، مش انت بتتحديها، انا اللي بتحداكي بقى، نفذي لو جدعه عشان تعرفي ان انت نصابه برخصه مش اكتر من كده. تمام، خلصت من موضوع اسلام ميسيو جانو، دخلت في موضوع الحلاق اللي جه يحلق لميسيو جانو تقول له خليته يقول كلمتين في حقها للمتابعين. طب واحنا مالنا؟ طب وانت مالك؟ هو حد جه ناحيتك ولا قال لك اتفرجي حتى ولا عبرك؟ اتكلم متابعينا، هي قناه كبيره عندها 500,000، بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر في عينك الحوله، ملهاش علاقه بيك انت خالص، انت مالك انت؟ فبتقول لها ايه؟ لازم بقى تعمل سبوبه بقى على قفا الراجل، لازم. ده حتى استاذ مصطفى دخلت برضه في استاذ مصطفى، ليه مصلحه معاها؟ ما قالت انه بيشتغل في الكراش عند الراجل العجوز، يعني ليه مصلحه برضه، فلازم يتكلم كلمتين مش عارفه ايه، وبيشتغل بالنوار وبيشتغل بالاسود ومش عارفه ايه. هاتيلي دليل واحد على الهري اللي انت بتقوليه. طب بلاش،
طلع لنا اي حد من عندك يشكر فيكي. مش هتلاقي، انت مش هتلاقي. هي الناس بتحبها، الناس بتحبها، لكن بالنسبه لك انت، انت مكروهه ومنبوذه وكل حاجه في الدنيا، فهنعمل لك ايه؟ المهم يا اولاد، الفيديو ما فيهوش جديد خالص، نص ولا تلات ارباع الفيديو على ليلى عشان تلاقي كلام تقوله كالمعتاد، هري في هري، في شتيمه، في ردح، في قله ادب، ما عندهاش جديد. وبعد كده دخلت في موضوع ميس يوجان واسلامه، وموضوع استاذ مصطفى، وموضوع ان كمان استاذ رضا بيطلع معاها وبيساعدها ومش عارف ايه في القناه. طب وانت مهريه ليه كده؟ يعني انت متجننه ليه كده ان استاذ رضا جوزها حبيبها؟ انت مالك؟ وهيطلعوا مع بعض وهيصوروا مع بعض، وهنخليك تتنططي كده زي القرد، زي ما انت قاعده بسديك. المهم رجعت في اخر الفيديو، طبعا ما تقدرش تنسانا لان احنا علامتنا العشرة على صوابعها، وقلت لكم ايه؟ انا قلت ليلى هتطلع بعد يومين تتكلم عليا، ايوه لما مشاهداتها تقع ما تلاقيش تاكل، اصل الصنف ده جعان زيك، زي ما انت شغاله على مدام هناء، ما بتتكلمي على اي قناه تانية ما بتجيبيش مشاهدات، ولازم ترجعي تتكلمي عن ستك وتاك راسك، والا ما تلاقيش تاكلي. ده انت المتسوله، وهثبت لك بالفضائح اللي انا جايه لك بيها النهارده ان انت المتسوله والجعانه والشحاته، مش كل الناس المحترمين اللي انت ذكرتيهم، الناس المحترمين دي كلها بيدافعوا عن الحق، لكن بالنسبه لك انت متسوله، فهنقول ايه؟ ما علينا. رجعت لنا احنا تاني عشان احنا صوابعنا زي ما انا قلت لكم كده معلمه على قفاها، عندها رعب وتبول لا ارادي ان مدام هناء تقابلنا. طب وانت متضايقه ليه؟ انت زعلانه ليه؟ بتقولي لها هتثبتي على نفسك ان انت كان ليكي تواصل معاهم. اه كان ليها تواصل معانا، وبنتكلم كل يوم، وبنتكلم كل ثانيه، وبنتقابل. شوفي انا في مصر وهي في باريس، كل يوم احنا عند بعض عادي. مقهوره ليه؟ انت مقهوره ليه؟ واحد شايل دقنه تاني زعلان ليه؟ انا نفسي افهم. اه احنا على تواصل وبنتكلم ومع بعض على طول. بصي احنا عيله واحده، عشان كده انا طلعت ادافع عن احنا عيله واحده. بصي كده متجننه ليه؟ بتقول لها اصل هتبقي شوفه اكتر ما انت مشبوهه. المشبوه ده انت وعيلتك اللي عليهم اواضي، اللي عليهم اواضي، الهربانين من اواضي الشيكات والنصب اللي هو انت، فماني اللي واكله ورث اخوها الصغير ومهدده بالاواضي اللي هو انت، اللي اخدت بالبوكس في سنتها لما سنتها اتكسرت، ها وانت عارفه ليه؟ اطلعي قولي للناس ليه. ها اواضي تهريب الادويه المضروبه عليك انت، ده غير النصب والشيكات والاحتيال، ها ده اقول عليك انت، سوق الحراميه ومنتجرتك في الدهب مع سوق الحراميه ده انت، وكر اسكندريه اللي بتديري انت وماما كلبه ده انت، فهمتي انت وضعك ايه وليلتك ايه؟ فما تتكلميش عن الشبهه، لان اذا ذكرت الشبهه ذكرت شرشوحه باريس بالبنت العريض. بتقولي لها عشان انت رايحه الاتنين شمال، الشمال دي انت وامك، حلوه كده؟ اصل الردح وقله الادب والشتيمه مفيش اسهل منها. هو في اسهل من ان انا اطلع اقول لك امك واللي جابوكي واللي خلفوكي؟ مفيش. بس احنا ناس محترمه، ناس راقيه، ناس متعلمه، ناس متربيه. لكن بالنسبه لك انت بقى، بيئتك انت، تربيه الشوارع، التربيه القذره دي لازم تقول ايه؟ لازم تطلع الالفاظ دي، عشان انت شمال يا محاسن، فاكره الناس كلها شمال زيك. بالعكس، كلنا ناس محترمة، كلنا ناس متعلمة، كلنا ناس متربية، وقبل ده كله ناس عندها دين وأخلاق. لا بنطلع نسب في أعراض ولا نشتم ولا نقول الألفاظ اللي انت بتقوليها، لكن بالنسبة لك انت سبابة أعراض، رداحة من الدرجة الأولى، شرشوحة باريس. يا جماعة أنا عايز أفهم، يعني انت حتى بتغلطي في أبوها المتوفي. طب انت أبوك وأمك، أبوك وأمك شافوا بربع جنيه تربية؟ ما هم لو شافوا كانوا عرفوا يربوكي، كانوا قالوا لك احترمي نفسك، لكن بالنسبة لك انت ما عداش عليك الادب ربع ساعة. هم اصلا ما تربوش عشان يربوكي، هم لو متربيين كانوا ربوكي، لكن التربية واضحة، وانت هتربي بناتك نفس الوضع، بناتك اللي انت بتقعدي تردحي على اللايف 7 ساعات وانت لابسة البامبرز كده وقعدنا، وهثبت لكم انها ما بتخشش الحمام، هثبت لكم بصوتها، تمام؟
ولابسه البامبرز كده وقاعده وتقولي له روح الصديق الجديد، روح غطي البنات عادي ويجيب لك الشبشب والعصير، شبشبيه من الاخر. فانت فاكره الناس كلها زيه زي رافع القرايل. فبتتكلمي كمان على جوزها، جوزها الراجل المحترم، جوزها فلاح اصيل صاينها، عمرها ما بتغلط قصاده، ما بتطلعش على القناه كده تردح بالسبع ساعات وهو قاعد مبسوط عشان الدولارات. ده الصديق الجديد. اما رافع القرايل اللي صورك مع ميسو سيرج كده وداخل ميسو سيرج كده بالورد وداخل بقلب جامد، ها ما كانش جوزها برضه، ده كان رافع القرايل عندك انتي. فرافع القرايل او الصديق الجديد حتى اللي سايبك تشتغلي مع حمود اللي هو منصار مساعد الطوبي اللي طلعت لنا صوته على اللايف، وطبعا يعني اهو شوفوا عشان تعرفوا مين الشمال من اليمين اهي، فطلعت لنا صوته وسايبك عادي مش مشكله، انت ما تفرقيش معاه. هو اللي يفرق معاه ده ان انت بتاكليه زي رافع القرايل اللي كان فوق التسعين سنه يوم ما فك عنسك وكان بيقعد يعني في البيت مسرور كده جنب الحيطه ملوش دعوه بحاجه، ميسيو سيرج داخل ميسيو سيرج خارج، يجيب ورد ما يجيبش ورد هو ما عندوش مشكله في اي حاجه، هو المهم مصروفه جاي له والدنيا تمام معاه، لكن انت بالنسبه له ولا تفرقي ولا ليكي 30 لازمه. المهم يا جماعه خلونا ندخل بقى في الفضايح الجديده لشرشوحه باريس. بما اني يا ولاد فضت لها وما تقلقيش انا سحبالك القناه كلها قبل ما تشيل الفيديوهات على الخاص، قناتي كلها من اول ما بدات السلسله واول ما بدات اتكلم عليكي وانا سحبها كلها، عشان انا عارفه شغل الهبل ده اللي هتروحي تمسحي اللي هتروحي تعمليه خاص اللي هتروحي تعمليه مش عارفه ايه، سحبه كله يا غاليه عشان اريحك من الاخر اوفر عليك التعب، ولا تشيلي ولا تحطي يعني تحت ايدي ماتيريال يكفيني 20 30 سنه قدام اتكلم فيه عنك، متخيله انت؟ وكل حاجه بالدليل ومن مطبخك. سيب بقى من كل الهبل اللي انت بتعمليه مع مدام هناء او اللي انت بتقولي علينا او اللي بتقولي على ليلى او على زينه او على مش عارف مين، انا هوريكي الشغل اللي على اصوله اللي هو بقى الفضايح اللي على حق. تمام، في فيديو يا جماعه هينزل هتلاقوه اسفل الفيديو ده في اول تعليق مثبت، فضايح بالكوم شرشوحة باريس اللي كانت بتتكلم عن مدام هناء انها اختصبت ساندوتش الشاورما وقالت كده باللفظ، دي نامت مع ساندوتش الشاورما، متخيلين نعمة ربنا قالت عليها ايه؟ هتشوفوها وهي ماسكة ورك الفرخة، عارفين المجاعات اللي عمرها ما شافت اكل عاملة كده، وتقول لكم بصوا خلصتوا لاخر فتفوتة لاخر حاجة انا ما برميش حاجة. الله يا جعانه، امال انت كنت زعلانه من مدام هناء ليه انها اكلت الفشار وخلصته لاخر حاجه؟ هو انت كنت زعلانه ليه لما بتروح تقدم الاكل لميسيو جانو وتقولي لها مقدمه حاجه قد كده طبعا اكلت ولغوصت ومش ده انت خلصت الاكل لاخر حاجه، ده انتوا بتحطوا مش عارفه كام صباع كفته وبتخلصوه. في الفيديو اللي انا بقول لكم عليه دون هتشوفوها وهي ماسكه ورك الفرخه، يعني كلمه تحمرش دي كلمه قليله، حطته بالعرض في بقها ما تفهموش ازاي، وبتقول لكم في الفيديو ايه الاكل بينزل مزلقان مزلق جاموسه اهي، والله حاجه كده يعوز بالله، انا مش عارفه دي جات لنا من انهي مجاري والله العظيم، ازاي الاشكال دي تطلع على اليوتيوب؟ انا اول مره اشوف كده، يعني بني ادم هنقول جهله، الجاهل بيتعلم، لكن تتعلمي الادب والاخلاق ازاي؟ دي حاجه ما بتتعلمش، ده الانسان بقى يعني بيتولد بيها سبحانك يا رب من عند ربنا، وبرده اهله بيساهموا في تربيته، لكن انت بالنسبه لك سبحانك يا رب الاخلاق اتشالت منك واهلك ما كانوش فاضيين اصلا يربوكي لانهم اصلا ما كانوش متربيين، فانت متخيله؟ فانت الدنيا بايظه معاكي من كل ناحيه. هتشوفوها وهي بقى بسم الله ما شاء الله رقبه الجاموسه كده وكل حاجه باينه والمحالب بقى وكل حاجه باينه، ده كانت عامله فرح كانت عامله مولد، حتى الناس بيقولوا لها يعني داري حتى اللي انت منيلاتها تقول لهم لا حجاب ايه وبتاع ايه انا ما بفتنش حد انا عادي كده انا بحب الهوا انا بحب الطراوه، ايه المشكله ان انا قاعده ملطه كده عادي يعني ايه فيها يعني ايه المشكله انا ما بحبش البس الحجاب، وبعدين لما اتحرجت قالت لهم اصل انا عندي ظروف صحيه. يا كدابة يا نصابة برخصة،
ظروف الصحيه اللي هي قعدت تحكي فيها ان مش عارفه ولدت وكان في ايه في رقبتها خراطيم ايه ومش عارفه ايه، ايه علاقه ده بالحجاب؟ الحجاب من فوق بعيد عن، ما هوش لازق في قفاكي، يعني ايه علاقه ان انت تكوني عامله عمليه بالحجاب؟ وبعدين يا نصابه برخصه برضو، امال لبستيه ازاي دلوقتي؟ بلاش سيبكم الحجاب، امال دراعاتك اللي انت كنت مشمرها لنا دي لغايه فوق وكل حاجه كانت باينه، ده كان ايه؟ ها طب بلاش، طب ما تلبسي حاجه حتى مداريه المحالب، ها ما يبقاش كل المنور مفتوح كده، دي كانت ايه؟ ما اقولكوش، ده انا سحب لها شويه حاجات عنب عنب. ما علينا، رجعت بعد كده تلبخ في الرجاله المغاربه والرجاله المصريين، تقول لكم الرجاله المغاربه بيحبوا يناموا يأندخوا في البيت كده والست تشطح وتجيب لهم ياكلوا ويجيب لهم فلوس، عشان كده الستات المغاربه بيحبوا الرجاله المصريين. تعالي زي رفع القرايل متجوز مغربية، انت كنت بتلقحي عليه؟ يعني هو كان نايم في البيت ومراته المغربية هي اللي بتشتغل وبتصرف عليه؟ هي اللي قالت اهو بذات نفسها وقالت لكم وفي رجالة مصريين على نفس الوضع بيناموا ويأنتخوا ومراتهم ايه اللي بتصرف عليهم؟ هي طبعا بتتكلم على اخواتها، اخواتها اللي هم هنا في مصر، فهي العيله كلها قفاص وابوها كان قفص كبير زي ما هي حكت قبل كده، كان بينام يفخد في البيت ما بيشتغلش وهي تنزل هي واختها يسرحوا في الغيطان والمصانع عشان يجيبوا له يطفح، متخيلين؟ فهي فاكره ان الرجاله كلها نفس عينه اهلها كده، لا في رجاله محترمه كتير بعيد عن اهلك ما لهمش علاقه باهلك خالص. ما علينا، هثبت لكم بقى الحته اللي بتقول لكم فيها انها اهي بتلبس بامبرز وما بتخشش الحمام، مقطع كامل كده بتقول ايه؟ ده انا بكسل ادخل الحمام، ده انا نفسي الحمام يجي لي لغايه عندي، متخيلين؟ بتقول لكم اهي انها ما بتخشش الحمام وبلبس البتاع وببقى قاعده الريحه واصلنا. عرفتوا ان انا بقول لكم انها ما بتستحماش؟ عرفتوا ان انا بقول لكم انها بتقعد بال7 ساعات لايف وده مش طاقه بني ادم طبيعيه؟ عرفتوا انها بترفع الحاجات اللي بترفعها وتطلع علينا تقول الالفاظ اللي بتقولها؟ لان مفيش انسان طبيعي في حالته الطبيعيه يطلع يقول الكلام اللي هي بتقوله غير لو كانت رافعه صيدليه بحالها، تمام؟ ولابسه لكم البامبرز وقاعده وباعترافها ايه؟ جبناش حاجه احنا من عندنا؟ ونيجي بقى للحته بتاعه التسول والشحاته عشان تعرفوا انها متسوله برخصه. كانت بتقول لكم في الفيديو ده اللي هو من سنه بتقول لكم ايه؟ اشتركوا عندي بقى في القناة، كبروا القناة بقى والنبي ابوس ايديكوا، كبروا القناة ساعدونا يا لله يا محسنين، والله العظيم في الفيديو بتقول كده، انتوا متخيلين؟ يعني تسول وشحاتة ما بعدها شحاتة، طبعا ما جابتش مشاهدات ولا جابت حاجة، فراحت رايحة على سيرة ستها وتاج راسها، فهمتوا انها حاولت تقلد مدام هناء في كل حاجة؟ ده انت حتى جايبة صديقتك اهو، امال كنت بتتريقي على مدام هناء وتقولي لها اي حد تقومي رايحه طب عليه او جايباه في البيت كده وطبقه فوق نفسه، امال بالنسبه لصاحبتك دي كانت ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ ويا ريتها كانت قاعده طاقه، دي كانت قاعده عامله كده عماله تبعد عنك تقريبا الريحه كانت واصله لها، ما انت عماله تاكلي قوطه بالثوم فهي عماله في ايه؟ في ده انت حد بياكل كده وتقول لكم انا باكل بايدي وبصوابعي العشره ما بستخدمش لا شوكه ولا سكينه، يا يا ايه ده اللي انت فيه ده؟ ده انت كان ناقص تخرجي لنا من الشاشه وانت قاعده بتاكلي، ايه اللي انت فيه ده اول؟ وبتتريق على مدام هناء واكل الشاورما، لا حول ولا قوه الا بالله، واللي انت عملتيه ده كان ايه؟ ما كانش تحمرش بالفرخه دون ولا ده كان ايه؟ انا ما مش عارفه. ما علينا، هتلاقي صديقتها طبعا هي اللي جايبه الفراخ لان دي كده كده ما بتاكلش اصلا، ده بنتها استخسرت فيها طبق الجيلي، هتعمل هي فراخ؟ لا يمكن. بعد كده بقى اللي تثبت لكم انها شمال يا محاسن عشان هي شايفه الناس كلها شمال، بتقول لكم ايه؟ انا قلبت من الويك اند ده رجالي، قناتي بقت رجالي، انا عايزه الرجاله امم كده امم امم يتفرجوا عليا، عايزه الرجاله امم امم يتفرجوا عليكي وقلبت القناه للرجاله بس؟ طب يعني رفع القرايل كان فين برضو؟ يعني انا عايزه افهم، يعني هو صور ميسيو سيرج وقلنا ماشي واحد، لكن انت عايزه الرجاله امم 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 تتفرج عليكي وعايزاهم في القناه عندك وهي قناه بقت رجالي؟ ده اعتراف منها هي. عرفتوا هي ليه شايفه الناس كلها بالنسبه لها شمال؟
عرفتوا هي ليه شايفة ان احنا متسولين؟ هي نفس الحاجة اللي هي بتعملها بتلزقها في غيرها، فهمتوا؟ تعالوا بقى لحتة الحسد اللي كانت بتتهم بيها ندى، تقول لمدام هناء ايه؟ مش مكفيكي التلات قنوات اللي بيجيبوا لك يجي 12 10,000 يورو في الشهر؟ عرفتوا مين اللي بيحسد؟ عرفتوا مين اللي عينيه وحشة؟ عرفتوا ان عينيها يندب فيها رصاصة؟ عرفتوا ان اللي انا بعمله فيها ده حلال مش حرام؟ عرفتوا هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل النصيبة وبتلزقها في الناس، يعني هي شحاتة وجعانة ومتسولة باعترافها اهو في الفيديو اللي هينزل اللي انا بقول لكم عليه، فهتلاقوه في اول تعليق مثبت وهتلاقوه عندي على المنتدى، باعترافها اهو انها عايزة القناة تكبر عشان هي محتاجة فلوس، متسولة اهو، ولما ما جابتش مشاهدات راحت ومع انها كانت بتقلد مدام هناء في كل حاجة، مدام هناء جايبة ميسيو جانو راحت هي رايحة جايبة ميسيو سيرج، مدام هناء بتصور مع صاحبتها راحت رايحة جايبة صاحبتها، أي حاجة مدام هناء تعملها حتى الفلوجات بره راحت عاملة، أكل راحت أكلت، أمال أنت كنت بتتريقي على مدام هناء وتقولي لها إيه؟ جوزك اللي سايب مراته فرجة كده تاكل قصاد الناس كده في القناة، طب وبالنسبة لك أنت كان رافع القرايل إيه وضعه وأنت قاعدة تلوقي كده؟ كان إيه وضعه أنت عاملة بقولي لها كده وبقولي لها كده؟ أنا عايزة أفهم. طب انا كان عندي ان انت تكملي في محتوى الاكل ده انضف مليون مره وما فيهوش حاجه خالص من المحتوى القذر اللي انت بتقدميه. فالمهم بتتهمنا بالشحاته والتسول عشان هي اصلا شحاته ومتسوله باعترافها في الفيديو ده، عايزه القناه تكبر عشان تلاقي ان هي تاكل، عايزه فلوس، ومع ذلك ما جابتش فلوس راحت رايحه متسوله على سيره ستها وتاج راسها مدام هناء بقالها 3 سنين فاتحه بيتها وبتاكلها، تمام؟ بتتهمنا كلنا بقى ان احنا شمال عشان هي نفس الوضع ده، شمال يا محاسن شايفه كل الناس بعين طبعها، عشان بتقول لكم في الفيديو ايه؟ انا قناه رجالي وقلبتها رجالي وعايزه الرجاله امم يتفرجوا عليا، زي ما قالت قبل كده في اللايف انا جسمي ابيض من جوه وتعالوا بصوا، وقامت راحت لفه لهم كده وانتوا عارفين لفت ليه، فهمتوا؟ بتتهمنا هي ما سابتش حاجه هي بتعملها وبتتهمنا احنا بيها. اسلام ميسيو جانو، طب وانت مضايقك في اسلام ميسيو جانو؟ طب ما خليتيش ميسيو سيرجي اسلم ليه؟ ها ما كانش ملحد دول؟ مش بتقولي المدام هناء ازاي تاكلي مع ملحد ولا تقدمي له مش عارفه ايه وتعملي له ايه؟ امال ميسيو سيرجي ده اللي انت بتقولي انا عملت له الاكل وخايفه خايفه يفضحني، ده كان بالنسبه لك ايه؟ عادي يعني؟ ده كان مرشوش عليه سكر؟ على الاقل ميسيو جانو كبير، الراجل فوق 90 سنة وخلاص يعني كبير كبير، يعني شكله مش قادر حتى يقف على رجليه، لكن بالنسبة لميسيو سيرج الشاب كده اللي كان داخل بالورد ده كان ايه ظروفه وكان ايه وضعه؟ انا عايزة افهم. طب كان ايه وضع رافع القرايل وانت بتقولي انا عايزة الرجالة كده كده تتفرج عليا في القناة، ها؟ وسايبك تاكلي قصاد الناس كده وعادي بالنسبة له، ها؟ طب الشحاته والتسول بتاعك والمجاعه بتاعتك دي كانت عادي وانت عايزه الناس يشتركوا عشان خاطر الفلوس؟ بتقولي ان انت عايزه فلوس. طب غلطك في الحجاب عادي بالنسبه لك؟ طب غلطك في الرجاله المغاربه والمصريين اللي انت شايفاهم كلهم انهم بيناموا ويفخدوا في البيت عشان خاطر اهلك انت اللي كده، فانت شايفه ان الرجاله كلها كده؟ عرفتوا ان كل نصيبه هي بتعملها شايفه الناس كلها زيها؟ اظن انا اثبتها لكم مليون مره انها بتعمل اسقاط للحاجة اللي هي عاملاها، فانت طلعي ارمي التهم عليا او على زينة او على ليلى او على مدام هناء او على استاذ محمد عراقي او على ام فياض او على ندى او على اي حد، وانا هطلع اثبت لك ان انت اللي عاملاها بس من فيديوهاتك. حلو الشغل الجديد ده؟ انا فاضية وبقيت قاعدة فاضية لك 24 ساعة ما ورناش حاجة، ونفسي تطلعي لايف ترفعي سيرفر، نفسي انا اعدالك. بص انا موريش حاجة والله، خلصت انا اخدت الاجازة، وعشان اوفر عليك الطريق زي ما انا قلتلك ما تروحش تمسحي حاجة، انا القناة كلها عندي باللينكات بكل بصي ما سبتلكش الهوى، عشان انا لما ادخل في حاجة يكون قدها يا ما كونش، والناس كلها عارفة وشاهدة الكلام ده وشايفين ان انا مسافلتاكي رايح جاي، ولسه انتظري الجديد، وبرضه مش هننسى القديم، يعني احنا مش انا شغاله معاكي في الجديد ومش هننسى القديم برضه. فين منصار مساعد الطوبي؟ فين صور مدام هناء؟ ها فين ولاد ميسيو جوني اللي تواصلوا مع شرشبيل المنافق ومعاكي يا كدابه برخصه؟ اتفرجوا يا جماعه اثباتاتي كلها في الفيديو المثبت
اللي هينزل على الفيديو ده، وهتلاقوه كمان على المنتدى، هتلاقوا الفيديو كامل على المنتدى عندي، فاتفرجوا كده واستمتعوا، واعرفوا ان كل مصيبة هي بترميها على مدام هناء هي اللي بتكون عاملاها. تمام، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.